عزيزي الممول، مصلحة الضرائب المصرية بتقولك خلي بالك، اعتباراً من 1 يوليو الجاي لن يسمح لأي شركة بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع المنظومة الجمركية نافذة إلا إذا كانت بتصدر فواتير ضريبية إلكترونية، ولن يتم الاعتداد في إثبات التكاليف أو المصروفات وكمان في خصم ورد الضريبة على القيمة المضافة إلا من خلال الفواتير الإلكترونية. منظومة الفاتورة الإلكترونية فايدة وحماية ليك والغيرة. لمزيد من المعلومات اتصل على 16395. مع تحيات مصلحة الضرائب المصرية.